حي من يقدم ولا يحسب حساب الظروف في سبيل الطايلة يا طوي البدا طوي. حي من يقدم ولا يحسب يقدم قميطرة بعد بالرماقيس وهي شاشة العيدان بعد بها درجل كنت ما تنصليش مزيان تنصلي على الكرسي. الطبيب قال لي صلي على الكرسي ومني ديت هاد الدواء مشيت صورت رجلي قالت لك عندك هشاشات العيدان ما غداوايش حيت ربيع الدواء نعطى بالسنين ديالك درني داك الدواء قال لي درني تيحرقني في كرسي كتنفخ ليا كرسي مكان نشربو داك الدواء ديال الطبيب ودرني مريتني مزيان تنتعصب دار لي الاعصاب كاع دار لي الاعصاب يا هذيك بقيت نتفرج في الحقيقه وانا نجبر الناس بحالي الدواء بحالي انا تفرجت راسي تفرجت راسي كنقول لها الناس كنقول لهم تفرجوا راه لحقاش انا كانت بنتي هي الاولى كان فيها الحساسيه الدواء تصحت ولا كان فيها الاعصاب داويت على هذاك الاعصاب وذاك المصران وذاك الشيء كلشي وليت عرفت هي تمرض عليا رجلي مرضت رجلي قلت لك جيت للطبيب مشيت للطبيب خرج لي هذاك الدواء ذاك الدواء ضرني قالت لك تبعيه ما تحبسيش هذا الدواء مره تبقى على الدواء ديال الطبيب على اللي جاي يعني دابا ذاك الدواء ديال الطبيب ضرني يضرني في المصران في المعده تنفخ تنتعصب ما بقيتش قادر عليه حيدته فرجت في الحقيقه تبارك الناس بحالي هي هذيك وانا نمشي مشي عندهم جد جرعه وحده جاب لها غمضه الشفاء قضيتها دابا شهر دابا كملتها كملت دابا كملت شهر صافي وليت بخير الحمد لله رجلي هي انا وليت كنتمشى وليت بخير كنعس على خير يا ما بقات فيها حتى شي حاجه الحمد لله دابا تشافي جرعه وحده شافتني الحمد لله ها كتب جرعه وحده هي هذه الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد ربي نشكره ربي يخليكم وليدي طول عمركم انتم والدكتور هاشمي الله يعطي صحيحتي ويخلي لي وليداته الله يخليه لينا نطلبوا منه شي حجه حنا باغيين نمشيو للحج يدينا للحج راه زرت انت في الوراق بعدا قنت مع عدوى ملي ما عندكش الشفاء القيد صافي تشربي الدواء صافي شحال مشي كتمشي على الطبيب بوشي 15 خطره ولا شحال ما كنمشي على الطبيب والو واحد كاين كيخرجها ليا كتقلقني مره حاره كتقتلني بخطره فين صابني ملي كترجعي عندو كتقولي ليه كنرجع كنقول له كيقول لك شربي هاد الكينه الدواء هو اللي غتشربيه حبست مع الطبيب قال لي الدواء ديالو حيدته شديت الدواء ديال الدكتور الهاشمي كرتاع لي الدواء ديال الدكتور الهاشمي صافي الله يجعل البارك ولفتو زوين كنشربو كنعس عليه كنعس على القرقان كنبود القرقان بالليل كنبود الدكتور الهاشمي الله يخليه لينا الله يعطيه صحيحته يخلي ليه وليداتي ويخلي ما يعز عليه وكنشكروا البنات كامل ديال المركز والولاد اللي كيجيو عندنا مساكن وكيتعذبوا الله يرضي عليهم الله يعاونهم الله يخلي لنا الدكتور الهاشمي الله يعطيه صحيحته هادشي راه فيه الشفاء تنقول لنا الناس بعدا هادشي راه فيه الشفاء خصهم يامنوا هادشي راه فيه الشفاء يتفرجوا ويشوفوا الناس بحالهم ويداووا هاد الدواء ديال الدكتور هاشم ما هو زين راه ما كاين دواء انا بعدا صافي الدواء ديال الطبيب مابقاش كنحمل ما نكذبش عليك خطا الدواء ديال الدكتور هاشمي انت تشربو كرتاح ما كنتش كنقدر لا نسقى لان وقفت في البوطاجي وصلت الماء ما نقدرش ما نتمشيش بالليل كنبات نغوت رجلي كنهز على الحيط بالليل بات مصدعني بحال كتشد شي شاقو وكنضرب فيها بات نغوت بالليل ما كنعس كيطلع لي داك الصداع تاع ظهري دابا الحمد لله جرعه وحده اللهم لك الحمد وتبعنا الدواء تاعي شي 30 الف بصح هاد المره عمري ما تعاد مره برجلي شي 30 ولا صح من 30 الف والو بحال تنسس في الرمله وهلكني هلكني هلكني بزاف ما كنكذبش على هلكني وتتنفخ ليا كرشي والمعده تهلكت بزاف دابا الحمد لله اللهم لك الحمد دابا على الدواء ديال الدكتور الهاشمي الحمد لله ربي يشكره الله يخليه لينا ويطول لنا عمره حي من يقدم ولا يحسب حساب الظروف في سبيل الطايله الدواء ديال الدكتور الهاشمي راه فيه الشفاء رانا جربته انا ماشي عام مره ماشي جوج راه مجربه وعارفه هذا راه حقيقي صحيح ماشي كذوب مني انا بدا راه جربته انا اللي مجربه يسلم الدواء راه مزيان راه كيشافي وجاب عليه الله الشفاء ما نعيت من هتر في الاقباء وعيت من سبق نحمد ربي كنشرب هذا راه كان يجيب الله عليه الشفاء اللهم لك الحمد كنطلبوا كل شيء يتشافى ان شاء الله والله تنسلموا على الدكتور الهاشمي يسلموا عليه بزاف
وقول الله يخليك لينا والله يخليك وليداتك الله يعطيك صحتك، وتنطلبوا منك شي حجه ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنطلبوا البنات والولاد كاملين الله يعاونهم، كل شيء راه تيسي عندنا، كل شيء راه مزيان الله يرضي عليهم كاملين، مراكز كامله. سلامه.